زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة النهاردة أنه في أطفال كثيرة جدا في بداية عمرهم أو حتى في سن المراهقة بيبتدوا يوجهوا أسئلة لأهاليهم محرجة شوية. ده بيخلي الأب والأم يحسوا بالقلق والتوتر وتخليهم مش قادرين يردوا على الأسئلة دي، وساعات كثيرة يمكن يسكتوا أو يهربوا من الرد على النوع ده من الأسئلة. فعلا بسنت، ده كمان بيكون مرتبط بدخول الأطفال في سن المراهقة، بيبتدوا يسألوا أسئلة، عايزين يعرفوا حاجات غريبة بعض الشيء، الأهالي أو الأباء والأمهات بيشوفوا انها اسئله ممكن تكون مش وقتها، اسئله مستفزه بيتجاهلوها، ما بيردوش عليها الرد المناسب. ازاي ممكن ارد على اسئله الاطفال الحرجه؟ ايه هي العلامات اللي بتكشف دخول الاطفال عالم المراهقه؟ ده اللي هنعرفه في فقرتنا الاخيره النهارده في صباح الخير يا مصر، مع ضيفتنا اللي منورانا في استوديو صباح الخير الدكتوره سهام حسن، اخصائي نفسي وتربوي. صباح الخير على حضرتك. صباح الفل يا ياسمين. ده كان موضوعنا النهارده الاساسي في الحلقه، موضوع الانترو او المقدمه، ازاي نتعامل مع اطفالنا خصوصا لما يوجهونا كده اسئله محرجه وصعبه واحنا كاباء وامهات ما بنبقاش عارفين الاجابه عنها ايه. صحيح. طيب خلينا نقول يعني اول حاجه كده، الاسئله دي حاجه طبيعيه، وده يعني نوع من انواع الذكاء اللغوي. ولازم اطمن ان ابني عنده نوعين من الذكاء، الذكاء الفطري والذكاء المكتسب. الفطري اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبه له، والمكتسب اللي من خلالي انا بقدر ان انا انمي له مهاراته وبطورها. فلما بيبدا ابني يسال انا بطمن ان هو بيبدا في مراحل النمو الطبيعيه، ان هو دماغه تشتغل. انا ابني مش بيسال، يعني انا ابني دماغه واقفه، ابني مش بيتطور في مهاراته، فمعنى ان هو بيسالني اعتقادي انا ان ابني بدا ان يشوف حاجه او يسمع كلام حد فاقلق، وابدا ان انا احط ابني في زون اللي هو يا ترى مين اللي قاله او فتح عينه، وانا لما هاجي ارد على السؤال هرد عليه ازاي، علشان انا مش عايزه برضو ان عينه تتفتح اكتر من كده. وهو الطفل بيكون بيسال بسذاجه وبراءه متناهيه على حسب عمره انا هبدا ارد، وده اللي احنا هنقوله طبعا في كل المراحل، وازاي ان احنا نرد على اغلب الاسئله اللي ممكن تكون اكثر شيوعا في كل مرحله والتانية. ليه اصلا الاباء والامهات بتتوتر؟ يعني ايه الحاجه اللي بتخليهم يحسوا ان الموضوع ده تابو، ما ينفعش نقرب منه مثلا؟ لا، خلينا نقول ان كده كده الاباء والامهات متوترين طول الوقت. عايشين في توتر. بس هم متوترين طول الوقت. اسئله بنتوتر يعني. ده صحيح، بس هي الفكره كلها ان يا ترى ابني شاف ايه؟ يا ترى مين اللي بيتكلم مع ابني؟ هو ابني حصل معاه حاجه او حد لا قدر الله يعني بيتعامل معاه بمبدا الاعتداء او التحرش وكده، فبدا عينين ابني تتفتح، وخصوصا في الاسئله اللي فيها نوع من انواع التربيه الجنسيه. لان انا جيت ازاي؟ مثلا، او الفرق بيني وبين اختي ايه؟ وكل الاسئله دي هو بيسال بالعام بالمطلق، مش لازم تكون محصوره في توقعاتي انا عن ابني، لان احنا عايزين نفرق ما بين الطفل دماغه شغاله ازاي وبيفكر ازاي، وما بين توقعاتي انا كشخص بالغ وراشد انا بشوفه ازاي، فبيبقى في فرق كبير جدا. فانا من خلال النقطه دي بتوتر. خلينا بشكل عملي بقى، ما دام انت قلتي الاسئله دي وكل مرحله ليها طبيعه اسئله. صحيح. معينه نجاوب ازاي؟ السؤال ده مثلا لما الاقي ابني او بنتي بيبتدي يسال انا جيت ازاي، انا ايه الفرق بينه وبين اختي، انا كاب وكام ازاي اقول له اجابه تناسب عقله وفهمه وادراكه في السن ده؟ صحيح. طيب خلينا نقول اول حاجه انا جيت ازاي. المرحله اللي هي من 4-5 سنين الطفل بيسال فيها عن فكره انا فعلا احنا موجودين هنا ازاي، او احنا ازاي اصلا موجودين وانا جيت، خصوصا لما تكون مثلا الام حامل في الطفل التاني. اسئله وجوديه بالظبط. فانا هنا بسهل عليه اداء المهمه، هو عايز يسال انا هنا ازاي نسبه لاخويا اللي في بطنك. في اطفال بتفتكر ان الام اكلت، انت اكلتي اخويا عشان هو كده موجود هنا. فانا بسهلها عليه خالص، بابا وماما كانوا بيحبوا بعض وتقابلوا، اوكي، ودعوا ربنا ان انت تبقى موجود في حياتهم، اوكي، وموجود في بطني مكان عشان يقدر ان هو يحميك. طب ليه مش موجود في اي مكان تاني في الجسم؟ لان ده المكان اللي ممكن يكون هيساعد طفل بحجم البيبي اللي انت بتشوفه، واجيب له صور وهو صغير. اوكي، هو مش عايز يسال بقى عن التفاصيل دي، لا دي ممكن يسال عليها المراهق. أيوة. لان هو بدا في مرحله ان التطور الفسيولوجي اللي موجود في جسمه وتطور الهرمونات يبدا يميز ما بين الذكر والانثى. وبطبيعه الحال كده كده في الدروس بتاعه الساينس في الشرح التفصيلي للاجهزه التناسليه، فبيبدا هنا بقى ايه ان هو عايز يعرف التفاصيل. فانا في كل مرحله عمريه بزود معلومه صغيره لحد ما اوصل عند مرحله المراهقه. وبرده فكره في ايه؟ في ان انا مش هتكلم باحراج،
او خجل، فابني يبدا يشوف ان انا متوتره فيبعد عن اسئلتي خالص، ويبدا هو يستكشف عالم بتاعه، يا اما من صحابي يا اما عن طريق الانترنت، وفي الحالتين قد يصل الى معلومه خاطئه او معلومه اصلا تبقى اكبر من اللي انا عايزه اقولها له في المرحله اللي هو فيها. لكن انا لما ابني يشوفني ان انا على خطى ثابته وبكلمه بالراحه وبثقه وانا موجوده هنا عشان اسمعك، اي حاجه تيجي في بالك او سؤال بعد كلامنا ده تعالى قولي وانا موجوده هجاوبك على كل حاجه، فابني يبقى مطمن. لكن انا هجاوبه بطريقه خطا او ايه اللي انت بتقوله ده، الكلام ما بيبقاش كده، احنا ما بنتكلمش في السن ده في الحاجات دي، هنا ابني هيبقى فاهم ان انا متردده وخايفه، معنى كده ان فضوله هيصيره اكتر ناحيه انا خايفه ليه، ايه اللي موجود ورا سؤالي انا محتاجه ادور عليه عشان اعرف بقى انت خايفه ليه. فهنا بيبقى مش رد على السؤال قد ما هو عايز يعرف انت خايف من ايه كأب وام طبعا. لا، وبحس كمان انه التهويل من مواضيع معينه بيخلي الاطفال يحسوا طول عمرهم انه ايه ده، دي حاجه كبيره قوي. على فكره دي بتبقى باب مشاكل نفسيه لما بيكبر، وخصوصا زي ما قلت لك تاني جزء التربيه الجنسيه. لما باجي اقول لابني عيب، كخ، يع، كل المسميات دي، ابني الفكره بتبقى في دماغه زي كره التلج اللي بتبقى منحدره على قمه جبل، بتلاقيها وهي نازله عماله تكبر تكبر تكبر. فالموضوع بيبقى بالنسبه له كل ما بيكبر كل ما بيبقى عنده عزوف ناحيه الحاجات دي، فبنلاقي مشاكل نفسيه عند مرحله الشباب المقبلين على الزواج انهم مش عايزين يتجوزوا. ليه؟ علشان الحاجات دي عيب او دي مقرفه، فبديهم اشارات ناحيه اماكن خاصه في جسمهم ان هي لا عيب وغلط ومقرفه. فبيبقى عنده عزوف عن العلاقه اصلا الحميمه اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها. فانا باخد بالي من افعالي ومن كلامي ومن كمان تعبيرات وشي وانا بوصف او بتكلم مع الطفل في حاجه محتاج ان هي توصل له ببساطه عن كده. بل بالعكس انا بقوله دي الاماكن الخاصه في جسمنا ودي اماكن غاليه جدا ومهمه، فانت محتاج ان انت تحافظ عليها، زي بالظبط لما بيكون عندك هديه جميله، هل انت بتبقى مشي توريها لكل الناس ولا بتبقى عايز توريها للناس المقربه جدا؟ وابدا احصر له مين الناس المقربه، بابا، ماما، طب لو حد من الدرجه الثانيه زي الدكتور مثلا. لا، لما اكون انا موجوده معاك. أوكي. مين اللي يقدر ان هو يعني ليه ان هو يكشف اماكن عورتك بس وانا اكون موجوده. فبالتالي ايه الفرق بينه وبيني وبين اختي؟ انا هنا هدي مساحه لنقطه قبلها، الخصوصيه. الامهات اللي بتغير للاطفال قدام بعض. ابني جاله السؤال ده منين؟ لما شاف. فبالتالي ايه الفرق؟ انا هنا محتاجه ان انا قبلها بخطوه ان انا احمي ده، ممكن ان انا ممكن تروح تجيب لي الحاجات بتاعت اختك عشان انا اغير لها بعد اذنك، انا بحب ان انت تساعدني قوي في الوقت ده، انا اكون غيرت الحفاض. تمام، مفيش ان هما بياخدوا شاور هما الاثنين مع بعض الفصل، ومفيش ان هما الاثنين نايمين جنب بعض الفصل. اوكي، وافرقوا بينهم في المضاجع. ما انا ماجيش انا استفز ابني بالافكار دي وبعد كده الوم عليه انت شفت حاجه. هو انت بتتكلم ازاي؟ وتبدا في امهات بتجيلي في مشاكل تقولي ما بقعدهمش يلعبوا مع بعض، بخاف لان هو بدا ان هو يسال، فمعنى كده ان هو بدا ممكن يستكشفها. لا يا فندم، لا يا فندم، انت المنع بيعمل شره ناحيه الاستكشاف اكتر والفضول. بعض الافكار بتبقى ساعات متطرفه جدا نتيجه طبعا الانفتاح الزايد قوي على ثقافات مختلفه. صحيح. فللاسف بقت بتدخل لنا احنا بما لا يتناسب مع ديننا ولا ثقافتنا. النهارده ازاي ارد على الاسئله دي او النوع ده من الاسئله لما احس ان حاجه متطرفه قوي تستفزني انا كشخص، اني احس انه ازاي ابني بيسالني السؤال ده؟ ازاي اسيطر على اعصابي وارد على الافكار اللي ممكن تبقى متطرفه؟ طيب خلينا نقول برضو مثال عشان نرد على اكثر حاجه تطرفا يعني. وهي فكره ان دلوقتي بقى فيه في اغلب الكرتونز في يعني انتشار كبير للمثليه ودعوة مفتوحة لوجود الألوان الخاصة بالاضطراب ده، خلينا ندي الحاجات لمسمياتها الصحيحة. فابني بدأ يعتاد على وجود الألوان لدرجة ان في اطفال ما بقتش تشوف ان هو قوس قزح، بقت تشوف ان ده العالم الخاص بالفئة دي، وبدأ ان هم يقولوا انا شفته في الكرتون الفلاني او الكرتون العلاني. ننتبه للمحتوى اللي بيتفرج عليه ابني، ولو حصل ايه انا هحذف القنوات او هقوله ده مش مصرح بيه، ده رقم واحد. رقم اتنين، انا محتاجه ان انا اقول لابني ايه الفطره السليمه اللي ربنا سبحانه وتعالى فطرنا عليها. والفطره السليمه بتقول ان الراجل بيبقى مع الست والاتنين هما اللي بيقدروا ان هما يحبوا بعض ويكونوا في بعد كده علاقه ربنا سبحانه وتعالى موافق عليها ومشرعها. بخلاف كده لا، دي علاقه غلط وربنا سبحانه وتعالى نهى عنها تماما وليها عقوبه عند ربنا. طب ليه يا ماما؟ ما انا مش هبدا اقوله كده وهسكت. لا ليه يا ماما؟ علشان ده يا حبيبي غلط. الفطره اللي ربنا فطرنا عليها لما بنخرج عنها ربنا ادانا اوامر زي بالظبط الصوم والصلاه،
الحاجات دي اساسيات ودي حاجه اساسيه منها. فلما بيجي الانسان يشذ عنها ويخرج عن المألوف ويروح في المكان ده، ناهيك طبعا عن الامراض اوكي، وان دي علاقه مش هياتي من وراها ثمار زي ان هو يبقى فيه انجاب اوكي. فكل الحاجات دي غلط، وربنا ما بعدناش عن حاجه الا وهي فيها صحيح. ضرر لينا احنا. فهنا ابني هيحترم الكلام معايا، ومنين ما تشوف، سواء بقى انا بعد ما حذفت في حد من اصحابه في المدرسه بيتكلم اوكي، في مثلا كرتون او في حاجه شافها على السوشيال ميديا، ما انت دلوقتي مش بس التلفزيون. ودي نقطة مهمة جدا، انه الاطفال دلوقتي مش بس الاب والام اللي بيربوا اولادهم، يعني عندنا التلفزيون والانترنت والسوشيال ميديا وحاجات كتيرة جدا، العالم بتاعه مفتوح اكتر. بالظبط، وده اللي هيخليني اسال حضرتك هنا، حضرتك ازاي اتعامل بقى مع طفل قدامه هذا الكم الهائل من المعلومات والمصادر، وان انا ابقى مشارك معاه، يعني فكرة وعايزين نجاوب على سؤال معين، ان انا يبقى في مشاركة مع ابني، ان انا ممكن اعمل سيرش وابحث مع ابني وندور، المشاركة الإيجابية دي مع ولادي في البحث عن أسئلة وإجاباتها شايفها إزاي ومهمة، وإحنا ليه ما بنعملهاش في بيوتنا كتير؟ أنا دايما بشوف، حتى هاخد جزء من الإجابة الأولانية في السؤال، إن أنا قلت إيه؟ إن أنا هحذف المحتوى بعد ما هراقبه، وده بعد التوضيح، لأن أنا لو حذفته هيجي برضو من فكرة الحجب، هيبقى فيه كل المرفوض مرغوب، أنا هسعى أنا أدور أكتر، أنت حذفتي ليه القنوات دي؟ لكن مع التوعية ومع فكرة إن أنا هستخدم التكنولوجيا بشكل إيجابي، أنا هشاركك، مش أنا في برج عاج بقى أنا معرفش، هتفرج معاك وممكن أشوف بالزبط. أجيب المعلومة مع بعض وندور بالظبط، وندور ونعمل سيرش حتى ياخد ثقة صحيح. في والده ووالدته. وبعدين أنا كمان حسب المرحلة العمرية هجيب له، في دلوقتي طبعا أفلام كرتون كتير جدا معمولة للتوعية عن التحرش، ومعمولة عن التوعية ضد المثلية الجنسية والحاجات دي كلها، فبتخليلي أنا عندي إيه؟ ثقل في كلامي، انا بوريك من حسب العالم بتاعك، انا جايبه لك افلام كرتون وجايبه لك صور تدعم الكلام اللي انا بقوله. فهنا انا هستغل الحاجه بشكل ايجابي. وبعدين لما بعمل وقايه، الوقايه كتير جدا بتبقى خير من العلاج. مش هستنى لما ابني يشوف ويبدا يقلد ويدور على ان هو يشوف اللي نفذه ده في فيلم الكرتون ويبدا يطبقه مع اخوه او مع زمايله في الكلاس، واقول يلا يا جماعه ندور على حل للمشكله. لا، انا عايزه اسبق انا بخطوه، ان يبقى في وقايه. العالم اللي بره ده عالم كبير، انت هتشوف فيه كده وكده وكده وكده. في امهات تسمعي تقولي هو انا بقى كده مش هفتح عين ابني؟ يعني انا هتكلم معاه قبل ما المصيبه تحصل؟ لان احنا في الوقت ده كده، احنا انا مش عارفه هي هتحصل امتى المصيبه، مش ظابطه لها تايم. انا تربيتي مختلفه بالظبط، انا تربيتي مختلفه عن تربيه الاولاد اللي موجودين معاه في الكلاس. مختلفه في ثانيه، ام بتقولي 4 سنين وبيدور على اليوتيوب بفويس بفويس، حضرتك متخيل؟ هو لسه مش بيعرف يكتب، فبيدور بفويس على الالعاب اللي هو شافها بتيجي فواصل ما بين الفيديوز بتاعت الكرتون اللي هو شافها، شاف العاب مش كويسه، فالولد فضوله ثاره عايز يشوف اكتر، فبدا هو يدور عليها بالفويس. فاحنا العالم بتاعنا كان زمان محدود جدا، لكن عالم الطفل انا فعلا عذراهم والله، فانا محتاجه ان انا فعلا اكون ملازمه ابني طول الوقت، ومش بالترهيب، وايه اللي انت اتفرجت عليه ده؟ وريني اللي انت شفته. هو كده كده هيبقى غصب عنك بياخد التابلت وبيجري عشان برضه يشوف ما بينه وما بين نفسه ايه اللي انت حجبته عنه، لكن انا بوضح له الحاجات دي غلط ليه، وبعمل نفس الوقت نظام السيفتي على اليوتيوب او يوتيوب كيدز، ايا كان الحاجه اللي انا هامن بيها، عشان مش بس انا قلت له، لكن فضول النفس البشريه حتى بعد ما هقول له هيبقى عايز برضه يتفرج، ايه بقى الحاجات دي؟ طب ماما قالت لي غلط عليها ليه؟ يبقى انا بقفل حنفيه مفتوحه، ممكن تسرب افكار اكتر، وانا مش طول الوقت، انا اصلا مش اديته المعلومه وهجري، غصب عني هنشغل. فعشان كده بقول حتى الامهات من فتره للتانيه راجع على المعلومه اللي انت قلتيها. فاكر احنا قلنا ايه الاماكن الخاصه في جسمنا؟ فاكر احنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى فطرنا على ايه؟ واسيبه هو يعني يتكلم، لان هو لما بيتكلم بياكد لي على المعلومه اللي دخلت دماغه. خلينا نرشح كتب سريعا جدا للامهات والاباء اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي وعايزين اولادهم يتجنبوا فكره انه اشوف محتوى انا يمكن مش قادره اراقبه، لانه انا شخصيا كنت بقعد اتفرج كده على كرتون عشان اشوف في المستقبل هوري ابني ايه، لقيت حاجات انا مش حابه انه دي تبقى في الثقافه في البيت عندي. صحيح. فايه الكتب اللي ممكن يقروها نقراها لهم؟ ايه الكرتون اللي ينفع يشوفوه؟ بصي عموما لو هي مشاكل سلوكيه، وهنتكلم على الاباء والامهات هم اللي هيقروها عشان يوعوا نفسهم، انا في طبعا عندي كتاب اسمه نفسيه طفلك من سنه ل 18 سنه، ايه المشاكل السلوكيه ومن ضمنها كمان المشاكل التربيه الجنسيه من سنه ل 18 سنه، متدرج كل مشكله الطفل بيقابلها حسب المراحل العمريه. وفي عندي كتاب تاني اسمه 101 خطأ في التربيه، ايه الاخطاء اللي بنوع فيها احنا كاباء وتصحيحها ازاي لما نلاقي مردودها الخاطئ من الطفل.
كتب بقى للتربية الجنسية للأسف مش موجودة في المرحلة السنية دي، ولو موجودة بيكون موجود قصص، ومجال القصص كتير جدا. يعني معرض الكتاب كان فيه قصص كتيرة جدا جدا، للأسف أنا مش متذكرة أسماء، بس قصص وصور الأطفال تلونها، ومن ورا كل صورة الطفل بيلونها الأم قاعدة جنبه بتقول له ان هو ازاي، يعني مين ده، مين ده ولد، مين اللي بيكشف عليه الدكتور، طب مين اللي واقف معاهم، دي ماما وبابا، يعني معنى كده ان احنا مش هيبقى عند الدكتور لوحدنا، اوكي ده مين، واحد غريب ينفع ان هو يلمسنا، لا شفت الولد عامل له ايده ازاي. فمن خلال عالم الطفل زي ما قلت لك، كرتون، الون، برسم، انا دخلت العالم الطفل، وخصوصا في المرحله اللي قبل الثمان سنين، لان هو ده العالم بتاعه. انا مش هتكلم كلام انشا واتكلم كتير، هو محتاج يشوف يثبت مع كلامي تخيل، فالتخيل هيجي من الكرتون والرسم والتلوين بتوعه. المراهق طبعا لا خلاص، هو المراهق كده كده عارف، يعني وصل للنضج اللي هو انا هتكلم فيه معاه بصراحه، وازاي ان هو يحمي نفسه، وازاي ان هو يقي نفسه من الحاجات اللي بتحصل دي. نشكرك دكتوره سهام حسن اخصائي نفسي وتربوي، يعني فتينا جدا جدا، ويمكن ده النهارده كان موضوع حلقتنا، وكان موضوع مهم جدا، وكل المعلومات اللي زودتينا بيها ان شاء الله تكون فادت المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا. نشكرك، نورتينا وشرفتينا، وزي ما قالت بسنت يعني فعلا ما نقلقش لما اولادنا يسالوا، نقلق لما ما بيسالوش، لانه بالزبط. السؤال زي ما حضرتك قلتي نوع من الذكاء، كل ما الطفل بيسال فمعنى كده ان ابني او بنتي ذكيه وعايزه تعرف اكتر. فبشكرك شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا.